كل عام انتم بخير، الله يتقبل طاعتكم. المرضى اللي بياخد انسولين وحابب يصوم في رمضان، الحقيقه يفضل انه يستفسر من الطبيب قبل بدايه شهر الصيام، لانه يجب اعاده ترتيب الانسولين، سواء الانسولين السريع او البطيء، او اذا كان بياخد الانسولين المخلوط. فبشكل عام الانسولين البطيء بنحتاج نخفه تقريبا بحدود 10%، وإعادة ترتيب الإنسولين السريع، لأنه لح تكون وجبة الإفطار هي الوجبة الأساسية ربما، ووجبة السحور تكون وجبة قليلة وما بدنا يصير هبوط سكر. فيفضل يعني قياس السكر عدة مرات، خاصة أول كم يوم من شهر رمضان، مشان يعرف شلون الترتيب الجديد. ونحن عادة يعني بننصح المرضى أنه يكون له تجربة سابقة قبل بداية شهر الصيام، مشان يعرف شلون ترتيب أموره خلال شهر الصيام. كل عام وأنتم بخير.